Hello everyone. تواصلت الانتفاضة في جميع أنحاء إيران في يومها 166 يوم الثلاثاء، حيث انتشرت الاحتجاجات على المشاكل الاقتصادية في جميع أنحاء البلاد، بينما واصلت وحدات المقاومة التابعة لمنظمة مجاهدي خلق أنشطتها المناهضة للنظام. وفي وقت متأخر من الليلة الماضية في العاصمة طهران، عرضت صورة كبيرة لزعيم المقاومة الإيرانية مسعود رجوي والرئيسة المنتخبة من قبل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية مريم رجوي على طريق الإمام علي السريع. وفي كرج غربي طهران كتب متظاهر شجاع في جرافيتي: سنبقى في الشوارع حتى نهاية حكم الملالي. وكتب متظاهر آخر: لن يصلح هذا البلد طالما أن الملالي في السلطة. وفي الساعات الأولى من اليوم هتف السكان المحليون في منطقتي شهر زيبا وباقيري بطهران هتافات مناهضة للنظام، بما في ذلك الموت لخامنئي والموت للديكتاتور. ووضع طلاب جامعة أمير كبير للتكنولوجيا في طهران صوانيهم على الأرض اليوم احتجاجا على رداءة الطعام المقدم في الحرام الجامعي. وتتصاعد مثل هذه الإجراءات الاحتجاجية في جامعات مختلفة في إيران. Such protest measures are escalating in various schools in Iran. Regime's operatives attacked the school in Karaj. وهاجم عناصر النظام مدرسة في كرج اليوم بالغاز السام، وبدأ الطلاب يهتفون الموت لخامنئي، كما وردت أنباء عن حدوث توترات في مدرسة للبنات في بلدة برند في محافظة طهران. وتشير التقارير إلى انفجار جسم ألقي داخل المدرسة، مما أدى إلى انتشار غاز أدى إلى إصابة عدد من الطلاب بالمرض. ونظم المتقاعدون من منظمة الضمان الاجتماعي مسيرة احتجاجية في شهر كرد جنوب غرب إيران ومدن أخرى في جميع أنحاء البلاد يوم الثلاثاء، احتجاجا على تدني الأجور والمعاشات التقاعدية وقضايا التأمين وسوء الأحوال المعيشية. ونظمت مسيرات مماثلة في مدن تبريز وكرج وأراك ورشت وقزوين وأصفهان وتاكستان وسنندج وماريوان وأردبيل وإيلام. واحتشد عمال الصلب في مدينة يزد مرة أخرى يوم الثلاثاء للمطالبة بتحسين ظروف العمل والمعيشة والسعي إلى زيادة الأجور لتمكينهم من تغطية نفقات عائلتهم. وفي وقت مبكر من صباح اليوم بالتوقيت المحلي، هجمت وحدات من حرس الملالي منطقة من المنازل المؤقتة بالقرب من جابهار، وهي بوابة رئيسية في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران. ولم تكتفي وحدات حرس الملالي بهدم المنازل المؤقتة للسكان المحليين الفقراء فحسب، بل فتحت النار أيضا وأحدثت الفوضى في السكان.